ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بنظبط النار بتاعتنا، بنهيئ الجو، نشوف ايه المتطلبات عندنا. تعالوا مع بعض نشوف ازاي تحولي الاكله اللي نفسك فيها في المطبخ ايا كان النوع بطريقه الشيف المغازي. بنعمل عمليه بحث في الماتيريال بتاعها، المكونات بتاعتها، ونهرب من الدهون، نهرب من الحاجات اللي ممكن تؤدي للسمنه، زياده الوزن، الكوليسترول، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. اي اكله بتخش النار يبقى فيها ماده دهنيه، سواء بتحمري بصله، بتحمري تومه، بتعملي لها طشه وهكذا. فتعالوا مع بعض هنعمل النهارده طبق الفته، فتت الكباب الحله بالزبادي. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. حته لحمه هبره بقدر الامكان تجتهدي، طالما نيتك نيه الاجتهاد ربنا يكرمك، تبقى نسبه الدهون فيها قليله، يعني تقريبا 20% 10% الموجود. معانا زبادي، ومعانا طبعا الزبادي بنشتريه من السوبر ماركت اللي هو قليل الدسامه او الدايت. معانا توم وبصل، البهارات بتاعتنا شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون، شويه بابريكا، التوابل الحلوه. وما ننساش طبعا معلقتين طحينه للفته والعيش المحمص بتاعنا. بنجيب خبز الرده اللي موجود ونكسره ويبقى معانا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا ما تجيبيش العيش الشامي اللي هو العيش الابيض، تجيب العيش اللي هو الاسمر لو المعمول بالعيش الرده، وتكسريه ويبقى متحمص معانا بالشكل ده كده. هو ده العيش اللي احنا هنعمله فته. انا بس بشرح التفاصيل او الماتيريال بتاع الاكله عشان نهرب من الحاجه اللي ممكن تؤدي للسمنه. هنعمل ازاي كباب حله؟ احنا شاطرين في عمايله. حله على النار بتسخن جيدا، الماده الدهنيه بتاعتي معلقه زيت زيتون بس زي الفل كده اهي، حلو قوي. التوم بيحارب الكوليسترول، معانا توم طازه ومعانا توم سليم، نخلي التوم هنا برضو استخدامنا له، والبصل بتاعنا الحلو ده كده زي الفل. طبعا كباب الحله ده مش هياخد اي سوائل خالص، وليه سموه كباب حله يا مغازي؟ علشان بيتعمل الكباب في الحله مش على السيخ. بصله زي دي كده حلوه تتقطع مكعبات كبيره عشان نسبه وتناسب في عمليه السوى. ننزل بالبصل هنا ده كده، اللهم صل على النبي. شكل البصل في قلب الطاسه بيتكلم مصري. معانا خمس ست فصوص توم زي الفل. الله الله، حاجات ربنا انعم علينا بيها زي الفل. حلو، مش هنزل بالتوم السليم دلوقتي، التوم المطحون قصدي، عشان لو نزلت بالتوم المطحون على ده ما يستوي هيبقى اتحرق يمرر لك الكباب الحله. نقلب كده، البصل ياخد لون، نغطيها علشان تستوي معايا بسرعه، ده الطبيعي. نجيب حته اللحمه بتاعتنا الحلوه اللي من عند الجزار المعرفه، الراجل الطيب يا حاج، ربنا يكرمك ويعيدك بزياره النبي. عايز حته لحمه حلوه نسبه الدهون فيها قليله عشان جوزي عامل دايت، ننضفها كده بقدر الامكان من الدهون. عينية، حاضر، ونشيل ده كده عشان الصورة الحلوة تيجي حلوة. نشيل الزبادي ده من هنا، اللهم صل على النبي. واحنا شغالين كده مع بعض واحدة واحدة، بقدر الامكان تمسك حتة اللحمة تشفيها كده، فيها عرق مثلا، فيها دهون، ده الطبيعي برضو ورا الجزار يعني، وده ما يمنعش انك انت طبعا موصياه. ولكن الدهون اللي في حته اللحمه هي مفيده وكل حاجه، عشان كده احنا مش مكترين السمنه او الزيت او الماده الدهنيه اللي بنسوي فيها البصله بالشكل ده كده. عايزين نعمل شويه كباب حله، اي حته لحمه في الذبيحه تتعمل كباب حله. عندك حته اللحمه اللي هي جنب بيت الكلاوي لطيفه وحلوه، بتبقى حلوه حته ملبسه اهو بالشكل ده كده. كندوز او ضاني الاثنين يمشوا، مفيش اي مشكله. قطع اللحمة ده كده، عندك موزة حلوة ممكن تعملها كباب حلة، مفيش مشكلة برضو. إيه أخبار البصلة بتاعتنا الحلوة؟ نبص عليها كده، اللهم صل على النبي. زي الفل، عينيا أهي، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ننزل باللحمة ده كده، أهو. الله الله، شفت الجو ده كده؟ زي الفل، تنزل بقى الجوس بتاعها كده على البصلة. وزي الفل واحنا شغالين كده واحده واحده. طبعا اللي بيطلع من اللحم ده ما يترميش، خليكي زي الجزارين كده، ده يتفرم كفته يبقى لطيف وحلو في اليوم المفتوح بتاعنا.
المفروم ده ممكن تعمليه صينيه رقاق، ممكن تعمليه حشوات لحاجات كتيره قوي اهو بقدر الامكان. مع ان انا موصل ان اللحمه تيجي من غير دهون، بس طبعا هو بيبيع كل حاجه مع بعضيها. انا اللي بيقلقني في الدهون، الدهون اللي هي بتسيح، بس في دهون ما بتسيحش بتلتزم مع حته اللحمه دي حلوه، واحنا بناكل ممكن نركنها على جنب مفيش اي مشكله. تمام، دي اخر واحده زي الفل. نشيل ده من هنا بقى اللي شكله يخوف، الدهون دي مش عايزها، ونقلب حته اللحمه بتاعتي. اللهم صل على النبي. فصوص الثوم مع البصل، ما حطيتش اي بهارات هنا خالص، انا اي بهارات ما حطيتش خالص دلوقتي. ازاي اعمل فتت كباب الحله وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. كباب حله وعارفينه حلو، بس نعمله فته ده الجديد. حته اللحمه تتشوى على النار، بصل، ثوم، ناخد الثوم الحلو بتاعنا ده اللي هو مفروم، ينزل في النص كده زي الفل. ننزل بالتوابل بتاعتنا. هي البهارات يا شيف، معانا بهارات من بابريكا بحبها دايما في الاكل، شويه كمون حلوين، سنه كركم صغيره، كركم مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصه الكبد. الملح بتاعنا، فلفل اسود حلو، بهارات هنرفع ايدينا بقى منها، نقلب كل ده مع بعضه. شفت انا حطيت التوم ازاي؟ واقلبها كلها مع بعضها كده ونار هاديه يا عم الشيف. عايز الكباب الحله ده يستوي بيبقى عامل زي الملبن، تبقى الحته ملبسه كده وطريه وزي الفل. ده يستوي على نار هاديه بعد الصدمه الناريه. ايه الصدمه الناريه؟ وايه فايده الصدمه الناريه يا مغازي؟ بعمل عمليه احتباس للسوائل اللي موجوده في حته اللحم، بعمل عمليه احتباس للجوس والطعم بتاع حته اللحم. حلو الكلام. لو اتحطت على نار هاديه بتصفى حته اللحمه وتحرق السائل اللي موجود فيها. عشان كده لما تيجي تشوي برجر او تعملي شاورما او تشوي حته لحمه ستيك، لازم تكون الطاسه والجريلا سخن. غطينا اللحمه بتاعتنا، نجهز بقيه الشغل بتاعنا واحنا مع بعض كده واحده واحده. حلوه قوي، اللهم صل على النبي. معانا زبادي اللي هو تركيبه بقى الفته بقى. معانا زبادي حلوه قوي، ومعانا طحينه، ومعانا عيش متحمص. هنجهز الزبادي بتاع الفته واحنا مع بعض واحده واحده كده اهو. حلو، شيل ده من هنا، ايه اللي جابه هنا مش عارف، زي الفل. دايما الزبادي لما نستخدمه في الفته بيحتاج لمعلقه طحينه. حلو، ومعانا توم طازه، انا حطيت توم طازه دلوقتي، خلي بالك. ده التوم وعصير الليمون، ده عصير ليمون على الزبادي. طالما حطيت عصير ليمون على الزبادي يبقى معلقه طحينه دي كفايه. عينيا، حاضر. عيوني، حاضر. معلقتين زيت زيتون، كل دول مع بعض هنقلبهم يا عم الشيف. يبقى انا حطيت توم طازه، حطيت زيت زيتون، عصره ليمون، معلقه طحينه، شويه ملح، شويه فلفل، واقلب دول كلهم مع بعض. ايه فايده معلقه الطحينه هنا؟ تعمل اكل صحي كده كده. الطحينه يعني اوميجا 3، يعني تنشط الذاكره، تقوي الذاكره. حلو الكلام. اللي هو موجود في زيت السمسم، واحنا عارفين كلنا زيت السمسم والطحينه غنيه باوميجا 3. كل ده مع بعضه مع الزبادي، فالاكل بتاعنا فيه العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم بكل تنوعها. الطحينه هنا جاهزه زي الفل. تمام، دي مش هتخش النار، دي جاهزه كده على جنب بالطعم ده كده زي الفل اهو. مهم جدا ان انت تحضريها وتحطها في الثلاجه علشان تجهزيها بالشكل ده كده. تمام زي الفل كده، الطحينه زي الفل معانا. اخبار اللحمه ايه؟ بتستوي من غير ميه، بس انا عايز الاساتذه المصورين حبايبي نشوف الجوسي والسائل اللي نزل من البصل والحته اللحمه من غير ميه واحنا مع بعض من البدايه. حته اللحمه بتستوي
على نار هادية، خدت الصدمة النارية، خدت البهارات بتاعتها، البصلاية هنا هي سيد الموقف، فصوص التوم دي لما تطرى وتبقى لطيفة كأنك بتاكل لوز مقشر، يا صباح اللوز يعني أوميجا 3 برضو، أرغطيها كده ونخليها. معانا العيش بتاعنا اللي احنا هنعمله فتة، العيش ده كده زي الفل، تجيب العيش خبز الردة وده موجود في الطابونة، حلو الشكل ده كده، أو أنت ما عندكيش العيش ده في الخبز السوري احنا عارفينه اللي هو بيتعمل برضو من الدقيق الأسمر، تجيبيه تحمصيه وتستخدميه في طبق الفتة ده كده، وده أفضل بصراحة، عارفينه احنا العيش السوري الرقيع ده. أدي العيش بتاعنا زي الفل. هتقولي له أنت قاعدة دلوقتي يا شيف مغازي ما هو العيش ده عيش شوربة، الفتة إذا مش لا الشوربة هتيجي دلوقتي وكل حاجة زي الفل، وهنطعمه بشوربة الكباب الحلة اللي نازل منها دلوقتي، والكلام ده هنشوفه طبعا مع بعض، بس أنا كده بجهز السيرفيس بتاعي. حلو الكلام؟ تمام. نعمل دلوقتي خلطة للسلطة دي مع بعض. حلو الكلام؟ أخبار كباب الحلة إيه؟ نبص عليه بصة كده، أهو الدنيا عاملة إيه؟ اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، استوت حته اللحمه بقت زبده. شفت ده بهريز، بصلايه دابت مع اللحمه، الفص التوم بقى لوز في قلب اللحمه، البهارات بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده، احنا مهديين النار خالص، خلي بالك علشان واخواننا وحبايبي بالسوشيال ميديا اللي انا بشكرهم لتواصلهم وكمان متابعتهم للصفحة. المعلومة الغير معلومة، تسوية الكباب الحلة على نار هادئة طوال الوقت بيساعد على حتة اللحمة تكون طرية وزبدة، هنغطيها والتغطية مهمة جدا، عشان كده بيسموه كباب حلة. نيجي الفتة اللي الشيف النهاردة بيخترعها. ايه اللي حصل في الفاصل وايه التفاصيل يا عم الشيف المغازي؟ كباب الحلة استوى، فرسان التلفزيون المصري حبايبي، كباب الحلة استوى زي الفل. لما استوى انا خلاص خدت الشكل اللي انا عايزه، حطيت شيشاء ميه، شيشاء الميه دي الهدف منه، باخد شويه الجوس بتوع اللحمه مع التوابل اللي انا حاططها علشان اشرب العيش بتاعي. حلو قوي، ميه بتغلي اهي، تاني ده اللي حصل في الفاصل للامانه. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما احنا كده بنقلب، ايه الاخبار؟ زي الفل. باخد البهريز ده كده ونيجي هنا، يلا فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين، ده السائل اللي هينزل على العيش. دي فته يا شيف، فته، وريني بقى سمنه هنا، وريني الزيت، مفيش اي حاجه خالص. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، زي الفل. اللهم صل على النبي. ده السائل بتاع اللحمه، بناخد شويه منها كده وننزل بقى على العيش كده، طبق فته اسمها فته كباب الحله. تاني ننزل، شويه العيش هنا شربوا بالكباب الحله. عينيا يا فندم، هناخد الزبادي ده كده والطحينه، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ فتت الكباب الحلة بالزبادي، صحية ثم صحية، لسه ما خلصتش، عينيا، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ هو ده، تمام، ناخد اللحمة بتاعتنا زي الفل عشان وقتنا خلص.